استاذ احمد، حسب وجهة نظري ايران قادره على تجاوز اكثر من هذه الظروف. احنا يعني انا عشت في ايران وشفت تاثيرات الحرب العراقيه الايرانيه المدمره، كانت اصعب من هذه الظروف وايران تجاوزت. ولكن الفارق بحسب وجهة نظري متعلق بطبيعه الدعم الشعبي. يعني كانت ايران في تلك الفتره هناك دعم شعبي كبير حقيقه للمنظومه الحاكمه، للنظام، للحرب. كانوا الجماهير يقدمون أبنائهم يعني للدخول إلى الدفاع عن إيران، الدفاع عن النظام. هذا الموضوع مش متعلق بفاعلية الاستهداف، ولكن متعلق بلغة الأرقام. يعني هل ستصبر إيران أم ستسقط إيران؟ هذا السؤال لا يطرح بهذه الطريقة، لأن يعني إحنا على مستوى الأرقام المفروض إيران ساقطة قبل من زمن ترامب، تمام شلون؟ ولكن على مستوى مقاومة النظام، النظام يمتلك المقدرة حقيقة على المقاومة. ضعفت المقاومة كثيرا بسبب ضعف الدعم الشعبي. ولذلك أنا أعتقد وقلت أنه هذه السنة ستكون يعني سنة مدمرة، يعني سنة 2020 2021 هذه، يعني حتى نهاية العام أنا أعتقد ستتغير الكثير من الأمور في الداخل الإيراني بسبب الضعف الاقتصادي وعمليات الاستهداف الاقتصادي ايضا. هذا مؤثر جدا، يعني اكثر من استهداف المواقع النوويه واستهداف مواقع المدن الصاروخيه على بحسب وجهه نظري، لانه طيب. يمس يجعل هناك فجوه استاذ احمد بين المواطن الداعم المتبني الخطاب الثوري والداعم للنظام، بسبب الظروف الاقتصاديه سوف لن يدعمه، ولذلك تقل فاعليه الصبر من اجل المقاومه. هذا باختصار جوابي. طيب في ظل هذا اذا هل هذا يعني بان ايران الان اصبحت مضطره، مجبر اخاك لا بطل، ان تعود الى المفاوضات النوويه كما تريد وكما تشترط الولايات المتحده الامريكيه في الامور اللي هم مختلفين عليه، يمكن بقى 8% او اقل مما هم مختلفون عليه؟ انا اعتقد يعني ان المفروض، يعني المفروض ايران في هذا الظرف يجب ان تذهب الى الاتفاق النووي حتى تحصل الفرات الاقتصاديه. يعني تعرف حضرتك ايران بعد الاتفاق النووي يعني تم دخولها الى منظمه التجاره العالميه، وهذا امر يعني يدعم الاقتصاد الايراني. فلذلك يعني ايران تجد نفسها في معترك صعب جدا الحقيقه بين منعطفين، منعطف يعني السرديه التاريخيه التي تتبناها ايران كونها امبراطوريه، وهذه مشكلة تعاني منها الكثير من الدول التي تمتلك أرثا تاريخيا مثل الصين، الهند، غيرها. يعني هذه مشكلة، وبين الواقع يعني بين السردية التاريخية وبين السردية الواقعية، ما يحصل على أرض الواقع. يعني هناك استهداف اقتصادي وهناك نزيف اقتصادي يحصل قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني. ولذلك إيران في الفترة الأخيرة رفعت الدعم عن المحروقات عن السلطات، وبدأت تفرض ضرائب أيضا للحكومة حقيقة لا تمتلك ما أي شيء تجبي، يعني جباية لا يوجد للحكومة. فلذلك يعني أنا أعتقد إذا قرأنا هذا المشهد سنجد أنه إيران ستندفع بحسب وجهة نظري إلى موضوع يعني الإسراع بقضية العودة إلى الاتفاق النووي، ولكن مع رفع عقوبات ترامب طبعا. هذا طيب. سيبقى شرطا إيرانيا.